Thank you. مساكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج سلام يا كويت. بدايه قبل أن نبلش في هذه الحلقه بدنا قبل ما نتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم بدنا نوجه تحيه لكل الجهود اللي يقوم فيها قياديي ورجال الامن في الحمله الامنيه في مختلف المحافظات لضبط الامن وتطبيق القانون سواء على مخالفي الاقامه او مخالفي قوانين المرور وكل من يريد تعكير امن وسلامه هذا الوطن فتحيه نوجهها لكل عين ساهره تخدم وطننا العزيز. كانت بدايه عندنا هذا التقرير في الاسبوع الماضي لبرنامج سلام الكويت يتنا دعوه لحضور الحفل الختامي لتوجيه الزهرات والمرشدات لمنطقه حولي التعليميه تحت رعايه الاستاذ عبد الله هلال الحربي مدير المنطقه المقام في مدرسه عمره بنت مسعود الابتدائيه للبنات. خلونا نشوف هالفعاليه ونرجع الى اولى فقرات برنامجنا. حفل ختام الأنشطة للزهرات والمشيدات منطقة حوالي التعليمية واحنا النهارده بصدد الحفل الختامي توزيع كؤوس على الفرق الفائزة في الأنشطة المسابقات والبرامج وعندنا مسابقات للزهارات وللمرشدات والبرامج، اليوم لو ان شاء الله حصاد العمل تراثي خطه زمنيه لاخر طول السنه من انشطه وبرامج، اليوم حصاد هذه الانشطه وبنجمع النهارده مدرس الفائزه عشان بنكرمهم، بنكرم القيادات التربويه وبنكرم القائدات والمدرسات والمديرات والحمد لله الحمد لله كنا من تميز الى تميز، والحمد لله خطتنا حققت الهدف اليوم احنا سعداء بان نحضر هذه الفعاليه التي هي تحت شعار تحدي إبداعي شاركي واللي كان بالفعل هناك اعمال مضيئه يشار لها ببنان الفخر والاعتزاز، وسعداء جدا امانه ان نتقدم بالشكر الجزيل لكل هذه الجهود التي كانت حقيقه من شانها ابراز وتسليط الضوء على هذه الاعمال لبناتنا في مدارسنا، اشكر التوجيه الفني للزهرات والمرشدات على هذا العمل الجبار وعلى هذا العمل الناجح، ونتمنى دائما من أن نكون من نجاح إلى نجاح ومن انجاز إلى انجاز اخر نشكر مدير منطقة حوالي التعليمية لرعاية حفل بناتنا وزهراتنا زهرات منطقة حوالي التعليمية وذلك بحضور مدير الأنشطة التربوية في مدرستنا ونشكر جميع القائمين على هذا الحفل اليوم وهو كعرس لزهرات ومرشدات منطقة حوالي التعليمية لإبراز جميع الأنشطة التي قامت فيها خلال العام الدراسي توجيه الزهرات فالشكر الجزيل لكل من قام علي هذا العمل الجبار خلال هذا العام الدراسي ونشكر جميع التوجيه الموجودين عندنا والقائمين في هذا العمل رجعنا معاكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير واحنا دائما نحب نغطي كثير من الانشطه والفعاليات اللي قاعد تصير بالديره بما ان احنا سلام يا كويت ونسلم ونمسي دائما على كويتنا الحبيبه. بدايه وقبل نبدا فقط برنامجنا الاولى نحب نشكر حلويات طوسي على الخامه والحلويات الحلوه اللي دايم قاعد يتحفوننا فيها في استديو سلام يا كويت مو مقصرين يعطيهم الف عافيه واللي احنا نحلي فيها وايضا ضيوف حلقتنا وكاد البرنامج كله يحل فيها بعد نهايه الحلقه. عليهم بالعافيه يعطيهم العافيه بدايه عندنا ضيف من الرعيل الاول رجل فنان سواء في التلفزيون او على المستوى الاذاعي يمكن الفنان عبد الحميد الرفاعي اكبر الجهد واكثر الجهد اللي كان يبذله في عطاء الفني في اذاعه الكويت وهذا الرجل اللي له باع طويل في المجال الفني حبينا اليوم ان احنا نستضيفه لبرنامج سلام يا كويت وأيضاً نسمع منه عن تجربته الفنية وعن أيضاً الأعمال اللي قاعد يقوم فيها الآن حياك الله بوهاني. الله يحييك يبارك فيك وطبعاً أنا أشكر القناة هذه النشيطة إن شاء الله نتمنى يعني لها التوفيق والجهد في ظل هالشباب اللي موجودين وهالإدارة اللي عليها وإن شاء الله إلى التقدم إن شاء الله طول عمرك بوهاني بداية بوهاني إذا بنسألك عن بداية دخولك المجال الفني يعني يمكن كل انسان يقول لك انا مثلا كنت هاوي بالبدايه او صار لي موقف او كان لي صديق فنان وممكن رحت معاه دش ببالي يعني حبيت المجال الفني، شلون كانت بدايه عبد الحميد الرفاعي؟ والله بدايتنا طال عمرك مع المسرح العربي. المسرح نعم. العربي سنه 70 او 71 كان طالب اعضاء منتسبين نعم ينضمون الى الفرقه. ف... انا كانت عندي هوايه التمثيل بس يعني مو مشجعه فقلت خليني اجرب فقدمنا حق المسرح العربي احنا تقريبا ثمانيه او سبع اشخاص وطبعا كان اللي طالبينه فنيين كانوا طالبين ديكور كانوا طالبين تمثيل فقدمنا الطلبات عندهم سنه سبعين اعطونا موعد للاختبار نعم فاجينا الاختبار والمجموعه اللي كانت موجوده الفنان الراحل الكبير حسين الصالح رحمه الله عليه مجلس إدارة <applause> والفنان كنعان حمد رحمه الله عليه والفنان اسد محمود حسين <applause> وجوهر سالم رحمه الله عليه وجعفر المؤمن وكانوا كمجموعه فيعطونا مشاهد تمثيليه ها سواء على خشبه مسرح او على كاميرات تلفزيونيه كذي فالحمد لله يعني اخذنا النجاح وانضمينا الى الفرقه بسنة 1970 أو 71 أنا يمكن راح أي على علاقتك مع المرحوم حسين الصالح نعم. وأيضا بداية المسرح يعني أول أعمال شاركت فيها لكن يمكن أنت تكلمت عن موضوع التجربة أو الاختبار اللي سووا لكم في البداية نعم. اليوم إحنا ما نشوف اختبارات عندنا سواء في المسرح أو حتى في الدراما يعني في من يقول لك اليوم أي شخص ممكن يدش المجال الفني سواء كان عنده خبرة ما عنده خبرة يعرف ما يعرف صار يدش المجال الفني عادي يعني من غير احم ولا دستور، لكن بدايه لما انتم يعني كانت تصير هالاختبارات وكانت تصير هالامور، هل في اساتذه كبار كانوا موجودين يعني يشرفون على هذه العمليه؟ يقولون مثلا هذا الشخص يصلح، هذا ما يصلح، او هذا يصلح للدور الفلاني؟ طبعا لان احنا قلت لك لما اخذنا الاختبار طبعا كان الاستاذ حسين الصالح هو رئيس الفرقه وكان مخرج نعم مخرج سواء على المسرح او على التلفزيون آه الشباب كلهم يعني عندهم عندهم آه طاقات فنية وبعدين عندهم استعداد إن يطلعون نعم. ممثل شون يأدي دورة وشون يقول شغلة سواء على خشبة يعني اختبار مختبر آه لشخص واحد أو لشغلة واحدة لا يختبرونك للتلفزيون يعني. يختبرونك للمسرح يختبرونك لشغلات ثانية يشوفونك أنت وين مدى استعدادك أنا اختبروني بأشياء اثنين اختبروني في التمثيل ونجحت يعني أخذت نسبة واختبروني في الانتاج اداره الانتاج نعم. اختبروني فيها بنفس في الشيء اخذت الدرجه الاولى ما شاء الله اي فالحمد لله يعني لما كانوا يختبرون الواحد لا ياخذون من عنده عنده الطاقات اي طاقه اللي يشوفونه فيها يعطي لا على طول يعني, يعني لما ولهذا ان اول ما يعني اول ما شافونا الاختبار سجلونا على طول ابو هاني لما اختاروك في شغلتين هل انت طلبت يعني انه يختبرونك في الانتاج والتمثيل ولا هم شافوا فيك شيء يمكن انت ما كنت شايفه فيك. لا انا ما كنت اعرف الانتاج أنا ما كنت أعرف بس هم اختاروني، قالوا يبغى عندنا كذا وكذا أنت ايش تختار؟ قلت أنا اختار التمثيل بالدرجة الأولى، نعم. لأن أنا هواية التمثيل. نعم. الإنتاج شوفوا هنا الحمد لله يعني لما شافوا الإنتاج وشافوا إن اشتغلت وياهم بالعكس يعني صار شيء يغطي على شيء. إذا تكلم سواء إذا كلم... كانت أدوار تمثيلية موجودة أو نعم. سواء إذا كان إنتاج موجود، هو شنو خدمة الفن وخدمة الفرقة وخدمة الإنسان شلون يقدر يمشي نفسه يعني. بوهاني يمكن تكلمت عن المسرح بداياتك بالمسرح اول مثلا عمل اول ما دشيت في اول عمل مسرحي شلون طلتك على الجمهور شلون الرهبه والله مثل ما ندري احنا مثل ما الكاميرا لها رهبه ايضا الجمهور والناس لهم رهبه لا بالعكس رهبه الجمهور مو مثل رهبه الكاميرا رهبه الكاميرا اقوى رهبه الجمهور تشوف ناس عندك عاديين يسولفون وياك يضحكون وياك وكذا وبعدين شنو انه المسرح من داخل الصالة مطفي ما يشوف ناس قدامك آه. انت عليك بخشبة المسرح وعليك ربعك اللي حواليك اللي, يتقاسمون الدور نعم. فأول عمل اللي أنا قلت بعد انضمامي الفرقة كان إمبراطور يبحث عن وظيفة ما شاء الله إمبراطور هذا العمل إيه إمبراطور يبحث عن وظيفة صور <applause> إن إمبراطور يدور وظائف فكان بداية العمل هذا مع الفنان الراحل الغانم الصالح رحمة الله عليه صلاح والفنانة الراحلة مريم الغضبان نعم. و الفنان الراحل جوهر سالم و ما قلت لك جعفر المؤمن وكانت يعني طاقم وايد حلو ومتكامل والمسرحيه الحمد لله يعني اخذت طابعها واخذت جمهورها واستمرت تعرض تقريبا فتره من الزمن وفيها ممثلين يعني, يعني لا يزعلون اذا ما طرينا اساميهم فمشت العمليه عقبها انت شلون كان وقتها يعني جوك شلون كان تفكيرك شلون كان نفسيتك وقتها وانت تعرف اول ما الجمهور شويه يصير فيك كذي مثل الخوف شايف انت لما يصير عندك تغيير جو بين البرد والحر بعدين لا لما تاخذ على المسرح وتاخذ على الجمهور يصير عندك شيء طبيعي عادي يعني نعم. إيه؟ اذا اذا نروح لعلاقتك مع المرحوم حسين الصالح، شنو استفدت من حسين الصالح؟ هذا الرجل اللي له تاريخ كبير في سواء في التمثيل او ايضا في الاخراج. والله استاذ حسين الصالح رحمه الله عليه ابو هشام يعني استاذ لما توفى الله يرحمه فقد يعني الساحه الفنيه فقدت هذا الفنان القدير العظيم. حسين الصالح كان كمخرج تلفزيوني بالدرجه الاولى. نعم. وحسين الصالح مخرج مسرحي نفس الشيء. فرقه المسرح العربي فيها عمالقه النجوم سواء على مستوى الكويت او مستوى الخليج فيها الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا اللي طول عمره وفيها الفنان القدير الاب سعد الفرعي وفيها غانم الصالح وفيها مجموعه كبيره فهني فكروا أن يعني يسند المسرح العربي انه يسوون مسارح خاصه مسارح لهم فاطلعوا الفنانين الكبار اللي هم عبد الحسين وسعد فسووا فرقه وحسين الصالح نفس الشيء سوى فرقه المسرح الاهلي. نعم. فاول ما شاف قال لي ابيك انت تكون معي بالمسرح الاهلي. نعم. شنو كممثل؟ قال لي انت ما يحتاج قرقيعان. <applause> 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 المهم انك معي. انت معي فالحمد لله يعني عملت معاه يعني اعمال كثيره وعملت معاه مسلسلات وعملنا مسلسل اول طبعا هو عمل مسرحيتين. نعم. عمل مسرحيه حرم سعاده الوزير سعادة او معالي الوزير نعم. وعمل مسلسل زمن الرجال. نعم. وكان طبعا يقدم بس الوقت يعني ما اسعب. انت عارف الفن يبي له وقت ويبي له كتابه وبعدين نعم. صار عنده طريقه انه ما يعتمد على مؤلف ثاني. نعم. هو اللي يؤلف العمل علشان شنو؟ يرسم شخصيه فلان لهذا الدور. نعم. فلما يجي يشوف انه والله فلان آدمي هذا دوره ما يتغير. لو تقول له والله كذا يقول لك لا انا رسمت الشخصيه حق هالانسان ما اقدر اغيره. نفس ف... الوقت هو المخرج. اي فحسين الصالح الحمد لله يعني كان بداياته كانت قويه وكان انتاج المسرح وكان هو يعني المخرج الوحيد للمسرح العربي يعني اغلب مسرحيات المسرح العربي ما في حد يخرجها غير حسين الصالح. احنا اليوم فعلا باني لما نطالع يمكن المسرحيات القديمه بالتلفزيون دائما نشوف اسم رحمه الله عليه حسين الصالح موجود هذا الرجل له تاريخ اكيد تاريخ تاريخ عريق في الحركه الفنيه في الكويت. إذا بنتكلم ايضا عن علاقتك مع احد النجوم الكبار اللي رحل عنا قبل تقريبا سنتين اللي هو الفنان غانم الصالح، ابو صلاح وانت ذكرته قبل شوي، شلون كانت علاقتك مع ابو صلاح في سنوات السبعينات والثمانينات مع بدايتك في المسرح؟ والله ابو صلاح اشتغلت وياه انا قلت لك من المسرح العربي وبعدين عملت معاه كمسلسلات كثيره وعملت معاه بالاذاعه اكثر شيء. ابو صلاح رحمه الله عليه بذيك الروح الطيبه السلسه بذيك الابتسامه yeah. بالنصائح بقعداتك معاه لما تقعد مثلا فتره تستراح تصير سواء بالاذاعه او التلفزيون ينسيك ينسيك شنو انت قاعد تقول ينسيك همك فنان قدير بمعنى الكلمه بعدين ما عنده فنان صغير فنان كبير كلهم عنده اخوان وسواسيه yeah. رجل ملتزم بالحضور رجل فنان مؤدي رجل فنان بمعنى الكلمه رحمه الله عليه وطبعا الساحه الفنيه فقدت الفنانين هذيلي يعني ترى غانم الصالح رحمه الله عليه مو كبير لكن هذا القدر. الحمد لله يعني مشيت معاهم بطريقه صح وهم عطوا عطونا يعني علمونا مثلا اذا هذا الشيء غلط يقول لك هذا غلط او هذه الشغله ترى مو صح يا فلان سوي كذي ناخذ من عندهم. كان ينصحك بالشيء الصحيح, الصحيح واللي يفيدك. اي اي غانم الصالح رحمه الله عليه وحسين الصالح مثل ما قلت لك يعني هذيلي عمالقه الفن. اللي هم ما يعتبرون فنانين او انت كفنان معاهم، كاخو كصديق كزميل اكيد اكيد بوهاني احنا راح نيي حق علاقتك وايضا الحياه اللي مريت فيها مع فنانين كثيرين موجودين، ولكن ايضا هناك شخص يعني ضروري ولازم نذكره اذا تكلمنا مع بوهاني وعلاقتك القويه مع هذا الشخص رحمه الله عليه الفنان الكبير علي المفيدي شلون كانت علاقتك مع المفيدي يعني انا اللي اسمع انه أه بوهاني يعني على المفيدي من الناس الاقرب الناس لك في في الوسط الفني وبالذات في الاذاعه في اذاعه اخوي دفن. احمد الفنان علي المفيدي قبل لا اشتغل معه بالفن ترى هو اللي زوجني وهو اللي عمل زفه العرس وهو رحمه الله عليه اللي رقص في عرسي وهو اللي انا اعتبره اخ كبير وهو كان يقول حق عياله كان يقول له ماذا بوهاني اخوي انا ما عندي اخ الله رزقني باخ على المفيد شيء ثاني. على المفيد مدرسه، على المفيد اب حنون، على المفيد اخ حنون، على المفيد اذا مو الاكل خلي خلي العمل اذا اكل وطلب وجبات اكل، اذا ما اكون انا معه ها أه؟ وايديني على إيدينا ما ياكل لقمته. على المفيد شيء ثاني بالنسبه، انا على المفيد اشتغلت معاه الاذاعه اكثر شيء. واشتغلت معاه مسلسلات يعني تلفزيونيه وبعدين اشتغلت معاه من اخراج حسين ولد حسين مفيدي لما يصير الشيء وساعات ولد حسين الله يحفظه مخرج يعني في شيء نوع من العصبيه بس شديد معاي الشغل انا لا. إي معاي انا يقول له لا هني استوب هني اذا بتعامل عامل علي المفيدي عبد الحميد الرفاعي واحد نعم اذا مثلا ساعات كل مشهد تخلط فيه او كلمه تنساها او يصير عندك شيء تسهى فيه، فكان علي المفيد حتى اقعد اشوفه قدامي يعطيني الحركه ويعطيني الشغله ويعطيني اللي قاعد اقوله. علي المفيد اشتغلت معه بالاذاعه اكثر شيء. نعم. وهذا يعتبر المدرسه. علي المفيد كان الاب الروح للاذاعه. انا ابو هاني اكيد يعني بالذات موضوع الاذاعه انت لك اسهامات كثيره في اذاعه الكويت من سنوات وايضا علاقتك مثل ما قلنا مع الفنان علي المفيد ولكن الان عندنا اتصال واكيد هذا الاتصال عزيز عليك من المخرجه ابرار علي المفيدي حياك الله استاذ ابرار الله يحييكم استاذ ابرار اليوم احنا معانا واحد من زملاء الفنان القدير الراحل علي المفيدي هذا الفنان اللي اسعد قلوب الناس سواء في الكويت او في الخليج واكيد نعم. بوهاني يذكر كثير من الموا... من المواقف مع ابو حسين نعم اكيد اكيد اولا انا اول شيء اهنيكم والله يعطيكم العافيه وصراحه انا وايد سعيده في استضافتكم حق عمي بوهاني صراحه يعني انا اقول عمي بوهاني لانه هو بالفعل عمي يعني يسهل. انا هذه الكلمه ما تنقال بس كذي هو بالفعل كان بمثابه الاخ القريب لوالدي رحمة الله عليه وهو الصدر الحضن الحنون بعد وفاة أبوي الله يرحمه لما يشوفني شلون يتلقاني يعني هو الحضن الحنون الصراحة ما أعرف شنو أقول عن عمي هاني ما أعرف شنو أقول عن هالإنسان الطيب هذا اللي ما أدري ما أعرف صراحة شنو, تعرفين أبرار يعني عن إذا تذكرين مواقف كانت بين الوالد رحمة الله عليه وأيضا مع الأستاذ عبد الحميد الرفاعي تذكرينها يعني لليوم أكيد هو هو في وايد أشياء لكن أنا أذكر أبوي رحمة الله عليه لما استمرض كان دائم يحاتي عمي بوهاني يقول أنا أحاتي عمك بوهاني لأن أبوي دائم كان يحب زملائه كلهم يشوف منو مشتغل أبوي كان عنده ميزان عدالة لما يشتغل يوزع الأدوار للفنانين كان يحب هذا حلقتين هذا حلقتين هذا ثلاث خذ الحين ثلاث الأوردر الجاي أعوض البادي وهذا تكون عنده حلقة أقل فكان دايم يحب أن عمي بوهاني يكون موجود معه فلما نستمر يقول آه ما ادري صار على اخوي بوهاني موجود شلون طريقة شغله كان دايم يحاتي فكان دايم يقول لي يعني بابا تواصلي معه كان يقول لي يعني يعني انا بصراحة ما اعرف شلون اوصف الا انه هو بالفعل كان دايم يحب عمي بوهاني ودايم يحاتي وعمي بوهاني يعني حافظ ابوي عارف ابوي والدليل الطرفي والعتار <applause> اللي كان طيب ما يقصر معاك كان هذه يعني. هذه لها سر اكيد عاد إيه هذه الاكله المفضله حق حق ابو حسين اللي الضرش العشار هذا يموت عليه ولا وينقيه لا ويجيب من مكان معين ها والاكله اللي ما فيها طرش اللي انت تجيبها ما راح زين خصوصي يعني اي والله ما. طرش خصوصي ابرار عمي انا اشكرك طبعا على هالمداخله هذه بعد قلبي عمي ابو هاني بعد قلبي وانا سعيده صراحه اني يعني انا في الاذاعه اشتغل مع عمي بوهاني الصراحة يعني الان انا مخرجة في الإذاعة وبالفعل اكون وايد سعيدة في تواجد عمي بوهاني هاني وولد وولده ابو علي حسين زميلي وصديقي واخوي الصراحة يعني عسى الله يحفظهم اجمعين الصراحة. شاكر لك على هذه المداخلة وهذا الاتصال ابرار علي المفيدي كل الشكر لك على هذا التواصل. إذا عندك شيء بداية تقوله على موضوع والله أنا يعني أبرار طبعا من من الشابات المجتهدات اللي لهم مستقبل باهر أبرار أستد لها عملين أو ثلاث أعمال من مراقبة التمثيليات وما شاء الله لما تقعد على المكسر تحس إن علي المفيد قاعد على المكسر بتوجيهاته بتدخلاته بإرشاداته بالروح الطيبة ابرار ترى نسيت شغله بقول لها يعني احنا اكتشفنا وهي مخرجه ها وهي ممثله من الدرجه الاولى زين آه عندها طبخه مرقه الباميه <applause> يعني سوت لنا من فتره طبخه من احلى ما يكون زين ونفس شنو يدل؟ يدل على نفسها الطيبه يدل على نفس ابوها رحمه الله عليه واخوانها طبعا كلهم يعني سواء هذه الطبخه يعني جت فجاه ابو هاني يعني انعزمت عليها واكلتها ولا لا والله احنا طلبنا برا احنا هناك عندنا بذاع مسويين دوريه فالاستاذ الفنان المخرج المبدع الشاب اسامه المزيعل العاده احنا نجيب من المطاعم قال يبغى انا ما ملينا مطاعم عشان قصه قالت خلاص انا اليوم الشغله عندي انا بسوي لكم غدا غدا مفاجئ شنو غدا؟ شكا. ما شك. تبون غدا ولا لا؟ كنا لا بالغدا وتي ابرار وتي بمرقه الباميه اللي اقول لك المجموعه كلهم طاحوا عليها طيح ماشر. كل قاضب دوره علشان ياخذ مرقه الباميه من ابرار المفيدي ابرار شابه ومجتهده ولها مستقبل باهر ما دام ان قعدت على كرسي الاذاعه وعلى كرسي على المفيدي انا اتمنى لها طبعا التوفيق واحس انه راح يطلع من عندها اشياء كثيره وبعدين ما عندها تفرقه نفس على المفيدي الفنان اللي صاحب الدور المعين يشتغل نعم. ما عندها مجاملة بالأدوار والله تعال أفرض دوري كذا أو أفرض حط لا تعرف أن الدور هذا لما تجي توزع نعم. لأن توزيع النص عم يبيله تدقيق ويبي ل... أنك شلون تقيم هالممثل الفنان أنه بالذات يعني اللغة العربية يعني غير ال... فأبرار نفس طريقة المفيدة ما تجامل بالعمل أبدا هذا مع أنه يمكن بوهاني في ناس تستهين بموضوع الإذاعي يقول لك يعني يمكن اقل مستوى من التلفزيون ان ما حد يشوفك وتتحكى براحتك حتى يحطون بالهم ان اللي بالاذاعه قاعدين كذي منسدح يمكن وقاعد تحكي ما اخذ راحته ما يدون ان شغل الاذاعه يمكن اصعب من شغل, شغل التلفزيون من وانت شوكتنا حتى لمرقه البامي ما ادري يمكن يمكن <applause> على يوم تينا اني طبخه مرقه البامي انا راح اتواصل معك ابو لكن عندنا فاصل وان شاء الله بعد الفاصل نتواصل مع الاستاذ عبد الحميد الرفاعي خليكم معنا رجعنا معاكم مشاهدينا بعد الفاصل نستكمل حوارنا مع الفنان الاستاذ عبد الحميد الرفاعي يمكن قبل الفاصل بوهاني تطرقنا لموضوع الاذاعه. بوهاني بلش بالمسرح بلش بعدها مع التلفزيون، شو اللي خلى بوهاني من بدايه الثمانينات يعني من تقريبا ثلاثين سنه يتجه الى اذاعه الكويت ويستمر كل هالسنوات يعني انا اسمع يسمونك الحين عاشق الاذاعه. انا اعتبر الاذاعه البيت الثاني. يعني اليوم اللي ما اروح فيه الاذاعه احس انه في ضيق آه. واليوم اللي اروح فيه الاذاعه الحمد لله قلبي ينشرح صدري ينشرح ارتاح نفسيا ويمر الوقت علينا هناك يعني مثل البرق آه. سواء قبل وجود الفنان الراحل الكبير رحمه الله عليه ابو حسين والمجموعه اللي كانت معانا نفس غانم الصالح ومجموعه كبيره استاذ استمال ياسين الفنان القدير ابراهيم الصلال أه الأستاذة ناعسة الجندي يعني كانت مجموعة كبيرة أه أساتذة اللغة العربية كان في عندنا فنانين من جمهورية مصر العربية كانوا طبعا يشاركونا أول معانا في العمل أه يعني تاخذ من عندهم تستفيد فحنا كنا نسجل الأشياء هذه الدراما الخاصة اللي كانت أول أه إذاعة الكويت تعطي منتج منفذ للمسلسلات المحلية خارجي يعني ما كانت تنتج الاذاعه نفسها. لا هذا تعتبر يعني تساند الاذاعه بال بال بالاعمال نفس المنتج المنفذ التلفزيوني ايه الان الأحا... بالاذاعه كانت فتره من الفترات الشكل صارت انه منتج منفذ فكانت اغلب الاعمال منتج منفذ في مؤسسه هلا الفنان القدير الله يحفظه ابو وليد احمد الصالح ونجد المحتسب فكنا نسجل وكان ويانا طبعا ابو حسين على المفيدي و... وكان يحضر وكان الله يرحمه رحمه الله عليه نسينا نذكره له للفضل الكبير احمد سالم ابو جمال سالم. نعم. كان استاذ اللغه العربيه في الاخراج والاداء والتمثيل والتقديم نعم. فيشوفوني يعني في في الاعمال في شويه شغله نعم. فابو حس أبو حسين رحمه الله عليه على المفيد قال لي ايش رايك في قلت له ما فيها شيء فاخذني ابو حسين يعني قاعد اقول لك هذا ابو حسين الفضل الاول والاخير نعم. هذا ابو حسين يعني فضله ما ينسي فأخذنا مع الاذاعه استمرينا في برامج اللي كان يخرجها الفنان الراحل عبد العزيز الفهد نافذه على التاريخ ونجوم القمه والمسلسلات العربيه فاشتركت معهم بالاعمال هذه كلها طالع اللغه العربيه وعمالقه الفن سواء من الكويت او من جمهوريه مصر او من الدول العربيه موجودين معك حتى بوهاني يمكن يسمونه العصر الذهبي لاذاعه الكويت ذاك الوقت مثل ما قلت انت العمالقه اللي كانوا وقتها والانتاج الفني الكبير لكن شو اللي فرق معك بالنسبه للمسرح والدراما والاذاعه يعني هل اختلف معك شيء بين هالمجالين والله انا استلذيت بالاذاعه اكثر من 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 المسرح ومن من التلفزيون التلفزيون يعني شايف اعمالنا مذاك الزود يعني عملت الحمد لله مسلسلات وايد يعني ما اذكرها آخر عمل سويته في مسلسل خاص انا انتجته مؤسستي اسمه اشياء لا تشترى ف بس الاذاعه لا الاذاعه كانت عندي شيء ثاني يعني الاذاعه تصور احنا كنا نجي الساعه 12 الظهر ونطلع الساعه 6 7 وودنا يستمر الوقت وحاليا الاذاعه حاليا بوجودها الحالي وبإدارتها القوية وبإدارة مراقبة التمثيليات عندنا ما شاء الله مراقبة التمثيليات إنسانة مهذبة معلمة يعني تعطي من وقتها وتعطي من جهدها في سبيل أن الأعمال تطلع بالصورة الصحيحة واحتوت على شباب بعد غياب الفنان الراحل رحمة الله عليه أبو حسين وأحمد سالم وعبد العزيز الفهد فالإذاعة شبه فراغ ولكن بقيادة هذه المراقبة المسؤولة اللي عندنا آه الله يعطيها العافية احتوت بقيادة الوكيل لما استلم عندنا الوكيل آه محمد العواش وعبد المحسن حب انه يغير بتوجيهات من معالي من معالي وزير الاعلام ومن وكيل وزاره الاعلام ايام كان الشيخ محمد عبد الله وزير الاعلام وبعدين استلم الشيخ سلمان, سلمان, سلمان. آه الصباح وكيل وزاره وكانوا يشجعون ان الشباب تعطى الفرصه الاولى نعم، هذا موضوع الشباب، اليوم يمكن صارت نقلة مثل ما أنت قلت بين الجيل العمالقة وجيل الكبار، نعم. سواء الفنان علي المفيدي والفهد والمجموعة اللي كانت موجودة، وجيل شبابي جديد، شو اللي النقلة اللي صارت هذه، شنو غيرت بالإذاعة إذاعة الكويت بالنسبة لعبد الحميد الرفاعي؟ يعني حسب ما أنت تشوف، هل هناك يعني نكسه صارت ولا هالارتفاع بالمستوى او ان المستوى على الاقل مطمن الى اليوم. لا بالعكس يعني لما استلموا لما انا قاعد اقول لك ان كانت السفينه في وسط البحر. نعم. ها؟ فربابينها الكبار يعني مثل ما تقول فقدوا اجوا الشباب أعطوا طاقات اكثر. يعني لما استلموا زمام الاذاعه استلموها بالصح. يعني مثلا استلم عندك نجوم القمه عندنا فنان فلته. فنان احساس فنان مجتهد فنان تحس فنان في معنى الكلمه أه الشاب الله يحفظه سامر المزيعل اللي استلم نجوم القمه ونجوم القمه ترى تدري من كان مستلمه فطاح للفن كان علي الزفتاوي كان علي المفيدي كان في مخرجين قدامة فلما استلم النجوم عطى حتى حق النجوم يعني أه عجلة أكثر فتشوف أحاسيسه وتشوف أه وقته وتشوف أه طاقاته لها في سبيل انجاح العمل وهذا الشاب الله يحفظه والاخوان المجموعه اللي, اللي ما قصر فيهم اوس الشطي استلم نافذه على التاريخ من من اسامه المزيعل بعد ما استلمها من عبد العزيز الفهد، عبد العزيز الفهد جت فتره فتره كان مريض في المستشفى فكان اسامه المزيعل من 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 الطاقات الشابه اللي ودها تعطي فكان يساعد عبد العزيز الفهد. فسلمها البرنامج وهو في المستشفى واستلم البرنامج نافذ على التاريخ وعطاه عطاه عطاه يعني احساس وقوه فبعد ما صار التوزيع الجديد وتشجيع الشباب من الوكيل ابو عبد المحسن والاستاذه مراقبه التمثيليات انه يعطوا للشباب فرصه توزعت هذه البرامج نجوم القمه استلم الفنان الشاب اسامه المزاعل ونافذ على التاريخ أوس الشطي، أوس الشطي فنان من عائلة فنية من أبوه الأستاذ الكبير القدير نعم ويعتبر من مؤسسين المسرح العربي الأستاذ فؤاد الشطي نعم وكان فعلاً مدرسة متكاملة أنت دام أنك ذكرت أبو هاني الأستاذ فؤاد الشطي هذه المدرسة في عالم المسرح أيضاً معانا اتصال من المخرج الشاب احمد فؤاد الشطي حياك هذا احمد فؤاد الشطي احمد انا قبل لا يدش احمد احمد من الشباب الطاقات اللي تبدا حياك الله مخرجنا هلا هلا استاذ احمد مساك الله بالخير اخوي احمد مساك الله بالخير عم بو هاني مساك الله بالخير مساك الله بالخير طبعا سعيدين أنا قاعد نسمع صوتكم ولكن للاسف ما في حاليا تلفزيون يشوفكم زين يعني ناقصتنا بس نشوف طلتكم البهيه م. الله يحفظكم يطول عمرك آه ما ادري اخوي احمد تبي نتكلم عن الاستاذ الفنان القدير عبد الحميد الرفاعي احنا اليوم معانا الاستاذ عبد الحميد الرفاعي بوهاني انت من حكم عشرتك معاه بالاذاعه إيه. آه شلون ايه تعامله معاكم؟ عسى ما هو جاسي بس شوي شوف آه بوهاني حلو بكل حالاته الله يخليك. شاء الله عرفت؟ بوهاني مشتم منه عقب الماضي عرفت؟ نعم يعني حنان الاوليين وقسوه الاباء الاوليين القسوه المحبه نعم عرفت يعني بهدف اخراج الافضل بالموجودين زين أه... نشوف ان الحرص والالتزام هذه العادات القديمه اللي نتمنى ان الشباب يعني يحذون حذف الاوليين فيها نعم. عرفت يعني باختصار أه... بوهاني قاعد اقول لك نشتم الفنانين القدامى الموجودين الملتزمين المحترمين كعلاقه عبر. انت تشوفها اليوم مخرجنا استاذ احمد يعني كعلاقه بين الشباب وانت واحد منهم كمخرج في الاذاعه والفنانين العمالقه والاساتذه مثل بوهاني وابو جاسم نبهان والمجموعه اللي موجوده شلون طريقه التعامل معاهم هل تشوف ان في يعني لهم برستيج معين ولا ماخذينها معاهم يعني حبيه وميانه وياهم ماخذين راحتكم؟ والله استاذي فاضل يعني للامانه التعامل مريح جدا مع جيل الكبار اللي تفضلت باسمائهم الاستاذ نعم. جاسم النبهان آه الله يرحم الاستاذ غانم الصالح الله يطول بعمره الاستاذ سعد الفري نعم. آه الاستاذ القدير حياه الفهد الاستاذ القدير سعد عبد الله والاستاذ القدير اللي قاعد معاك الاستاذ عبد الحميد الرفاعي تعامل مع هالجيل تعامل سلس ومريح ومبني على احترام المواعيد و... واحترام الأمل اللي نعم. زين وانا ما ابي اظلم الجيل اللي انا انتمي له لكن الجيل اللي انا انتمي له يحتاج انه يتعلم ياخذ من الجيل القديم يعني ياخذ منه الشغلات هذه. عرفت؟ هذه نعم. الشغلات احنا نفتقدها يمكن الجيل الجديد يسعى سعي حثيث للشهره اه يعني مو احنا يعني احنا يمكن مو عيب ان مو عيب ان ننصح الجيل الجديد وجيل خوي الشباب واحنا يمكن منهم هذا التعميم عرفت ما دام الهدف ما دام انت عندك رجل مثل ما قلت في البدايه نشتم منه عبق الماضي نعم. زين فخل نشتم العبق الماضي هذا وخل ناخذ منه خلاصه وعبره نستفيد منها للجيل الحالي عرفت انا انا طبعا شاكر لك على هذا الاتصال وهذا التواصل المخرج احمد فؤاد الشطي كل الشكر لك على هذا الاتصال اذا عندك تعليق على هالاتصال قبل لا ادش معك عاد بالاسئله والله انا يعني احمد طبعا اشكرك يا عمي على هالمداخله هذه وطبعا هذا شيء مو جديد عليك انت اسد ولد اسد والفنان احمد الشطي على فكره عنده مسلسل أه لرمضان لشهر رمضان المبارك والمسلسل يجمع عمالقة الفن على رأسهم الأستاذ الفنان القدير سعد الفري والفنانة القديرة الأستاذة حياة الفهد والفنانة القدير الأستاذ سعاد عبد الله وهذا العمل يعني أحمد الشط صار تقريباً اربع خمسة اشهر وهو جهز إلى العمل وانا كل يوم احمد متى نشتغل يا ابو هاني اصبر تو الناس متى نشتغل يا ابو هاني لان شوقتنا حق العمل وشوقتنا حق الناس اللي اشتغلنا معاهم فترات طويله ولهم علينا الفضل نعم. ننطر إن... ان شاء الله يقول بشهر ستة ان شاء الله يشتغل والفنان من الشطي من الشباب والطاقات نعم. اللي قلت لك يعني خذوا خذوا يعني طريق وايد حلو وبعدين نسينا ان نذكر الفنان عبد الله القلاف عبد الله القلاف يصير عمه سمير القلاف يعني من عائلة ايه. فنية عريقة وعمه الفنان الكاتب الشهير سميح القلاف ايه. ف... والفنان يوسف الحشاش ايه. ابن الكاتب الكبير مبارك الحشاش مبارك والفنان, والفنان علي الحسيني والفنان الشاب صاحب الجوائز الكبرى الفنان اللي 24 ساعة الشاب النشيط محمد العلوي محمد العلوي هذا فلت 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 بالاخراج وفلت بال يعني انا قاعد اقول لك مجموعه والله لو تقعد وتمر عليهم استاذ احمد وتشوف هالمجموعه تحسدنا عليهم تقول عائله واحده ما شاء الله عائله وابوه وابهات كبار اللي ساعات مثلا اكون انا معاهم ولا يكون معاهم الفنان القدير معانا جاسم النبهان او الاستاذ الفنان القدير ابراهيم الصلال او الفنان القدير احمد مساعد او المجموعه هذه اللي لها باع طويل وتقعد معانا تحس انه اباء وعائله يعني مو مخرجين وفنانين وكذا لا يعني عائله متكامله متواجده عسى الله يديم المحبه هذه دايم بينكم ابو سواء في إذاعة الكويت او ايضا برا الاذاعه خروح برا الاذاعه شوي وبرا المسلسلات نتكلم عن شوي شيء خاص يعني احمد الرفاعي هو ولد عبد الحميد الرفاعي وهو زميلنا المذيع احمد الرفاعي يعني هل احمد اخذ منك آه الاتجاه الاعلامي من من ابوه عبد الحميد الرفاعي وهل انت تبي يعني بخاطرك ان اولادك يدشون في المجال مثل حسين داش في المجال الاعلامي وايضا هاني داش في المجال الاعلامي ما شاء الله تبارك الرحمن وايضا اذا اذا نشوف الكوكب الجميله من هالشباب الحلوين الصغار هذيل احفادك طبعا مفاجأ مفاجاه مفاجاه حلوه جايبهم لك احمد وانت ما تدري مكشخهم جايبهم هذا علي ولد حسين ما شاء الله تبارك اللي محمد. اللي اعزه وهذه حيوته انت حيات. حيات شنو اسمك شبه حياة حياة شنو؟ صغيرة حياة <applause> صغيرة هذه ماخذه على اسم يدتها وانت شو اسمك؟ هذيل عيال حسين ولدي ما شاء الله لهم احفاظ وهذا صقور شنو ويا حسين ما شاء الله ماخذه منه وايد <applause> يا صقور شو اسمك انت؟ اكلتار اكل فائز ما شاء الله ما شاء الله هذيل اللي ان شاء الله شباب المستقبل الله, الله يخليهم و... أنا حبينا بس قلنا نرسم لك ابتسامه يعني على الهواء هذه مفاجاه وايد حلوه مفاجاه وايد حلوه وانا اشكركم عليها فاجاتونا فيها فعلي... علي اتوقع انه مثل ابوه ابوه كان متبتب كذي ولكن الرجيم اللي سواه صار اضعف إيه فانا ابي ياخذ ياخذ إيه طاقات ابوه وجسم ابوه اللي اول هذه مفاجاه طبعا استاذ احمد اشكرك عليها بودك أبو هاني يعني حلوين وبدك هالحلوين هذول اللي يدشون المجال الاعلامي باكر علاوي مثل هالصغير هذا بدك تشوفه باكر من ورا الشاشه وهو مذيع وانت قاعد بالتلفزيون طالع والله بالعكس انا استانس استانس انا استانس لما اشوف احمد عمهم اشوفه <تصفيق> آه <تصفيق> ورا الشاشه واحمد آه اشترك في مسرحيات الاطفال مع الاستاذ الفنان المخرج خليفه خليفه وكان يستانس على على الشغلات اللي يسويها والحركات اللي يسويها احمد فاحمد حب الفن وهو صغير وبعدين شركتهم في برنامج ماما انيسه والصغار فكانوا يؤدون يعني تصور ان ان الاذاعه بنص احمد صح. الوحيد اللي ما يعتمد على النص يقط شغلات ما شاء الله عليه تبارك الرحمن احمد امانه يعني, شهادتي يعني انا, أنا شهادتي في مجروحه إيه لا أحمد على اسلوبه وطريقته والقاء فنية وانا اتمنى صراحه انه يكون انت استمتعت معنا في اللقاء مثل ما احنا استمتعنا اليوم معاك في هذا اللقاء ابو هاني الاستاذ عبد الحميد الرفاعي، انا اشكرك جدا على تواجدك اليوم معانا واذا في كلمه اخيره تقولها. والله اول شيء انا اشكركم على المفاجاه هذه الحلوه اللي جبتوا لي هالاحفاد هذيلي ها واليوم من الصبح انا مو شايفهم طالع من الصبح ما شفتهم الا الحين وهذه طبعا مفاجاه من 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 الاستاذ احمد ومن القناه تستاهل يا ودائما هذه مستاهل. القناه المتميزه ان شاء الله الى الاعلى بقياده شبابها وانا قلت لك اليوم الشباب هم اللي يوصلون الفن الى عالم الى عالم الفن نعم كل الشكر الى لك عالم الامان كل الشكر لك على تواجدك اليوم معنا ومشاهدينا ما انتهت الحلقه عندنا ان شاء الله فقرتنا الثانيه بعد الفاصل خليكم معنا رجعنا معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل والان وصلنا الى فقرتنا الثانيه من حلقه سلام يا كويت لهذه الليله ومعنا ضيوفنا رئيس جمعيه الاعلاميين الاستاذ يوسف الخليفه وايضا امين سر الجمعيه الاستاذ محمد الكريدي حياكم الله معنا في يا سلام, سلام يا سلام كويت ان شاء الله جزاكم الله خير على الاستضافه بدايه يمكن لما نقول جمعيه جمعيه الاعلاميين اكيد كل اعلامي راح يهتم في في هالموضوع وانا اكيد واحد منهم لما اسال عن هذه الجمعيه اقول يعني بدي اعرف اهداف الجمعيه نشاه الجمعيه ايضا اكيد مشاهدين بدهم يعرفون هالشيء هذا استاذ منصور عموما الجمعيه هي كانت بالبدايه فكره تبلورت مع ظهور القانون المرئي والمسموع تدري في هالفتره هذه في 2007 صار... يعني. اي تقريبا 2007 صار عندنا مثلا تقول طفره في, في وسائل الاعلام المختلفه صح فصارت هناك في حاجه حاجه ملحه وحاجه ضروريه لوجود جمعيه مثل الجمعيات هذه تنظم تحتوي الاعلاميين تدعمهم فكان هذا وجودها كان مجموعه الاعلاميين اللي هم خريجين كنا كان في بدايتنا نقول احنا خريجين كنا خريجين اعلام كلهم حطينا الشرط انه يكون خريج اعلام فكانت الفكره ناسس هالجمعيه هذه لتكون داعم ورافد للاعلاميين فكانت هذه بدايه البذره الاولى. هذه آه بدايه النشاه لكن م. اذا آه نتكلم مثلا عن دوافع انشاء هذه الجمعيه و في من يقول انها ممكن تتعارض مع جمعيه الصحفيين، هل دوركم اليوم انتم كجمعيه اعلاميين في تصادم مع جمعيه الصحفيين او في دور تحاولون تاخذونه من عندهم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شاكر لكم على هذا اللقاء والاستضافة الاستضافه. بالنسبه لدوافع انشاء جمعيه الاعلاميين مثل ما تفضل الاستاذ يوسف الوضع اللي كنا فيه 2007 وان تاسيس مظله عمل لخريجين الاعلام. كان هذا الدافع ايضا اختلافها مع جمعية الصحفيين لا تختلف عن جمعية الصحفيين اه تختلف عن جميع الصحفيين من حيث القانون الاساسي اه جمعيه الصحفيين جمعيه عريقه اه قديمه يعني بتوقع من اواخر الستينات اه تعتبر لنا معلم جمعيه الصحفيين اه القانون الاساسي يختلف عن قانون جمعيه الاعلاميين اه في الممارسه في ضوابط الانضمام في ال يعني امور كثيره لكن احنا كاختصاص اكاديمي يعتبر كخريجين اعلام وحاصلين على مؤهلات اعلاميه هذا الـ الـ الهدف الرئيسي. يعني ما تتعارضون مع جمعيه الصحفيين أبداً في ابدا في ابدا أي شيء الأكس يعني حتى ظهور الجمعيه كان ظهورها مع 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 طفره وسائل الاعلام يعني كانت جمعيه الصحفيين يعني خلينا نقول شويه كان اختصاص ذيك ذاك الوقت انه أه على الصحف لأنه كان ذيك الفتره ما كان في شيء اسمه قنوات ولا في انترنت ولا في وسائل اذا كان جل اهتمامهم الصحف صحيح. فكان ظهور ظهور الجمعيه يعني رديف ومساعد لجمعيه الصحفيين فاحنا نكملهم من ناحيه وسائل الاتصال الحديثة او من ناحيه القنوات التلفزيونيه فاحنا مكمل لهم وليس منافسين بالعكس احنا نفتخر فيهم يعني من تاسيس الجمعيه استاذ يوسف مثلا من 2007 الى اليوم تقريبا خمس سنوات او ست سنوات اذا بنتكلم عن أهم الأنشطة اللي قامت فيها الجمعية شنو ممكن تكون أهم الأنشطة والإنجازات اللي قامت فيها جمعية الإعلاميين ممكن بس البناصرة. عزيز جمعية الإعلاميين سلمك الله قامت في أنشطة شاركت في في بيروت في مؤتمر قبل سنة نعم. وكان في استقبال حقيقة حافل من قبل رئيس الجمهورية ومن رئيس مجلس الوزراء اللبناني ومن وزير الإعلام اللبناني وكان هناك تعاون عملنا وثيقه تعاون ما بين جمعيه الاعلاميين ووسائل وجمعيات اعلاميه مختصه في وسائل الاعلام نعم. في لبنان. كان هذا الأشار. ايضا كان لنا زياره ميدانيه الى فرنسا لقناه فرانس دوكات اللي هي تعتبر منافسه للسي ان ان والبي بي سي. نعم. زياره ميدانيه. كانت ايضا لنا مشاركه في في جامعه الدول العربيه هي قامتها الجمهوريه النمساويه بالتعاون مع جامعه الدول العربيه. اعداد القاده الاعلاميين الشباب. كانت مشاركة جدا ممتازة. أيضا كان لنا نشاط في في إقامة ندوة عن قانون الإعلام الأخير. حدث عن يعني إشكال الإعلام الموحد. الإعلام دقيقاً. الموحد. وهذا يعني له في التالي. أيضا عندنا إن شاء الله في في شهر أكتوبر مؤتمر الإعلام الوطني الأول. هذا راح يكون في في شهر اكتوبر ان شاء الله في شهر 10 في الكويت في الكويت ان شاء الله تحت رعايه, من رعاية سمو الامير الشيخ صباح حفظه الله وهذا راح يتكلم عن دور الاعلام ووسائل الاعلام وتاثيره ويعني راح تكون في نوع المسؤوليه الاعلاميه والمسؤوليه الوطنيه تجاه المجتمع والوطن من الجهه المنظمه لهذا المؤتمر راح تكون احنا انتم كجمعيه جمعيه احنا ايضا يعني اساس يعني نكون بعد ننصف الـ 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 الجهات وزاره الاعلام موجوده في هذه دعم رئيس دعم رئيس المؤتمر المؤتمر ان شاء الله هذه من حيث الانشطه يعني من 2007 و... مثل ما قلنا ست سنوات في هذه الست سنوات ما حاولتوا ان تبرزون دور الجمعيه اكثر يعني تكون متواجدين بالساحه الاعلاميين يكون على تواصل معاكم يكون مثلا اكبر عدد من الاعضاء حتى لما نتكلم مثلا عن شروط العضويه في جمعيات الإعلاميين ما هي شروط العضوية بداية وليش ما في هذا الزخم اللي بالنشاط الإعلامي اللي ممكن يوصلكم لجميع الإعلاميين وأيضا الناس في البداية إحنا 2007 كانت الفكرة وكانت التقديم لها المشروع هذا لوزارة الشؤون عشان تأسيس هالجمعية ما كنا مشروعين ما كنا مشروعين في ذاك الوقت فإحنا قدمناها في 2007 آه آخر 2007 بداية 2008 يعني ولكن الاشهار صار بال 2011 شهر سبعة نعم فاحنا فعليا عمر الجمعية سنة ونص فعشان كذي شوية كان ذيك ذاك الوقت احنا ما نقدر نشتغل واحنا تحت الإشهار فحاليا احنا جميع المشاريع اللي قالها الأستاذ محمد كانت في عمر سنة ونص من ناحيه الزيارات من ناحيه البروتوكولات اللي, اللي توقعت مع جهات خارجيه من ناحيه المؤتمر من ناحيه الندوات هذه كان كلها عمرها كان سنه ونص. بس نشاط مو بسيط ما شاء الله يعني في سنه ونص اللي قالها اي فاحنا حاطين جهدنا السنة ونص يعني مو كانت مو من 2007 فعليا كانت البدايه من من, من تاريخ الاشهار اللي هي آه من 2011. نعم. آه وبالنسبه لسؤالك على شروط العضويه احنا الشرط الاساسي انه يكون اعلامي. نعم. ويكون في نفس الوقت انه اكاديمي وخريج آه خريج اعلام. حاصل على لسانس او الاجازه في الاجازه الاعلاميه في الاعلام، فهذا الشرط الاساسي وبنفس الوقت انه يكون ممارس للاعلام، فاحنا بتقول لي انت اي واحد يدش انا اقول لك اي واحد يدش اذا كان في عنده المؤهلات هذه كلها، ولكن انه بيدش ويشارك لازم يكون فعال، عضو اكتف فعال يقدم مشاريع، يقدم افكار، الجمعية تدعمها وتكون داعم الرئيسي له تحقيق اهدافه اللي تخدمه شخصيا وتخدم تخدم البلد. نعم، شلون عدد الاعضاء عندكم الحين يعني هل عدد الاعضاء العدد الكافي اللي انتم تبونه مكتفين لا ولا لا. ولا بودكم بعد هذا طبعا نطمح الى الاكثر نطمح كل ما كان يعني عند قاعده كبيره يعني هذا يعني يضع لك بصمه آه في الـ في الـ يعني في الارض آه نتمنى حقيقه انه يكون العدد اكثر من ما هو متوقع في الفتره القادمه خلال السنتين القادمه ان شاء الله القادمتين ومثل ما تفضل استاذ يوسف كل من يعمل في مجال الاعلام وله نشاط وله بصمه وله يعني يعني نشاط واضح ينتسب لهذه الجمعيه قبل شوي يمكن استاذ محمد انت تكلمت عن موضوع قانون الاعلام الموحد شنو نظرتكم لهذا القانون وايضا طريقه دخوله وسحبه فجاه قانون نصح. الاعلام الموحد ناس توقعته انك كبالون اختبار قانون الاعلام الموحد لم يقدم الى مجلس الوزع... مجلس الامه كان فكره كان اقتراح حقيقه لاحظنا استياء من كل الاطراف كل من يعمل في حقل الاعلام في حقل الصحافه القانون هذا فكرته كانت مقيده وم... للعمل الاعلامي وايضا مخالفه حتى لنصوص الدستور اللي كفل حريه الراي والتعبير ايضا لاحظنا استياء بعض المنظمات العالميه حقيقه كمنظمات حقوق الانسان ومنظمات اعلاميه خارجيه استاءت ان بلد دستوري شلون يكون فيه قانون مثل هذا تقدمنا حقيقه في في آه رساله الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعن استياء الاعلاميين والحقل الاعلامي وحقيقه يعني تفضل مشكور آه انه سحب موضوع قانون الاعلام الموحد وعملنا ندوه آه في آه قبل شهرين تقريبا او شهر ونص في نقابه المحامين بتعامل مع نقابه المحامين عن دور الاعلام وقانون الاعلام من بين الحريات والرقابه مهو. هل كان رمو يعني مثل ما يقولون هل هو قانون جيد ممتاز وضعنا كل ال 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 يعني كان رايكم ان قانون الاعلام الموحد ما كان مفروض انه يعني إيه. يتطبق على يعني, موحد يعني القانون الاعلام الموحد يعني يعني قانون يعني عجيب غريب يعني انا شايفه قانون بائس جدا يعني اوكي خلينا نقول بالون اختبار بس مو بهالشكل هذا نعم قانون كله شوائب مهو. انا ما ودي اتكلم أو اول خطا ارتكبه ارتكبه القانون انه صار في دمج بين المؤسسات الكبيرة العريقة اللي, اللي مثل الصحف والقنوات اللي عندها هياكل تنظيمية وعندها إمكانيات ضخمة وعندها جيش من الموظفين مع مؤسسات فردية ممكن تكون مؤسسات هوا هذا أكبر خطر تكبر ثاني شيء إحنا خلينا نتكلم مثلاً على الشق الإعلامي أو الشق الإلكتروني مثلاً تيجي مثلاً عندي طالب جامعة مثلاً عنده أوردي حالياً بدأ يطالب في كلية الإعلام وعنده مشروع الويب سايت عنده أو عنده موقع إلكتروني بلاش سواب بلاش ويشتغل فيه ببلاش ويشتغل فيه من بيته. تجيني حاليا وزاره الاعلام تقول لي انت يا طالب الجامعه اللي ما عندك امكانيات ماديه تعال رخص هالموقع هذا وتفعلي لي آلاف تامين زين عشان انا اشتغل زين لا ولازم تكون بعد متفرغ او تحط لي مدير ما يصير يعني. بس هم بعد بادره طيبه انه يعني سيسحبوه ان شاء الله بس حاليا هم قاعد وزاره الاعلام قاعد تعد قانون نشر الكتروني خاص نعم. صار في فصل يعني يعني شويه النقطه هذه كانت ايجابيه نفصلوا قانون المرئي والمسموع عن قانون قانون نشر الالكتروني ولكن هل القانون، حتى في قانون نشر الالكتروني في وايد مشاكل يعني اذا بيطلع بالشكل اللي كان فيه حاطينه وايد اخطاء بس بعد محتاجين احنا يعني الكترونيا عندنا مشاكل وايد بالموضوع الاعلامي ولازم يكون في مسك لهذا الموضوع لكن في, في تقنين لازم يكون تقنين لكن طبعا. اذا نتكلم عن موضوع مثلا تقييمنا اليوم لوسائل الاعلام في الكويت شلون تقيمون وسائل الاعلام الكويتيه من ناحيه حريتها يعني في من يقول ان هناك قيود في من يقول لك لا والله الحمد لله ما في قيود يعني احنا نتكلم ونقول اللي بخاطرنا لا من ناحيه القيود لا بلا شك ما في قيود ولكن ما في بنفس الوقت ما في مسؤوليه اجتماعيه يعني عندنا للاسف وسائل وسائل الاعلام الفتره الاخيره يعني من بدايه طفره الوسائل وقانون المرئي المسموع صار عندنا أخبط عالميه صار يعني طعن بالذمام طعن بالاشخاص طعن بكل شيء فكان هنا يعني وسائل الاعلام بشكل عام ما كانت غير موفقه في تلك الفتره. نعم. ف من وسائل الاعلام ولكن السبب حتى من وزاره الاعلام، وزاره الاعلام ما طبقت حتى قانون المرئي والمسموع. قانون المسموع كان مغيب، ما طبق منه اي شيء. ما حتى ما غيموه وزاره الاعلام على اساس شافوه كان صالح او غير صالح ذيك الفتره. فالفتره طافت كان جدا سيء بعض اداء وسائل الاعلام. بالعكس ولازم يكون عامل بناء عامل عامل معامل عامل, عامل, عامل بناء ليه, ليه ليه المجتمع مو بالعكس عامل عامل كثيرين نادي يقول لك اذا طبقوا القانون مثلا على قناه قالوا قيدوا الحريات اذا تركوهم قالوا تركوهم ما حد حاسبهم فهم بعد يقول لك احنا احترنا فيهم ما ادري نسوي نسوينا سوينا هذا <applause> هذي المزعلانين. هذا زعلانين وان سوينا هذا زعلانين هو للاسف ما في احد يعني وضع قانون مناسب لتقنين القنوات الاعلاميه هذه الخاصه نعم. يعني الواحد يحط له قناه خاصه ويعتبرها انه كانه مثل التويتر او مثل الفيسبوك وما يدري خاطب منه ما ينسى انه في في طفل وينسى انه في شايب وينسى انه في شاب وينسى انه في مشاهدين خلف الشاشه الصغيره انت عارف التلفزيون يعني يدخل كل بيت صح كل بيت يعني قاعد تشوف لازم تكون عندك مسؤوليه في الكلمه مسؤوليه في الطرح مسؤوليه اليوم يعني وصلنا حتى في التشكيك في الولاءات تشكيك في في الذمم، تشكيك هذا منو ساهم فيه ساهم فيه قنوات الخاصه صح. بعض القنوات الخاصه إيه. اذا احنا نحتاج شنو نحتاج قانون قانون المريء والمسموع يحتاج اعاده ويعني دراسه جديده وتقدر تطبقه قانون يعني للقانون ايوه ايوه بالضبط وتقدر تطبقه من جديد بحيث تطبق من أخطأ تحيل الى المحكمه نعم وهني يعني انت تطبق على الكل يعني يقول لك المساواه في الظلم عداله ولكن يكون عندك قانون واضح تخطئ تظل في هذه احنا يمكن لما نقول ان في بعض القنوات عندها اخطاء او عندها تجاوزات على بعض الناس لكن لا الحمد عشان ما نظلم نقول اكيد في بعض القنوات طبعا طبعا, طبعا آه لا شك آه يعني بالعكس حياديه وماشيه آه عندها مسؤوليه عندها مسؤوليه يعني, عندها يعني عندها مسؤولية, مسؤولية, وطني وطني مسؤوليه وطنيه مسؤوليه وطنيه الوطن والمجتمع للناس مثل ما قلت انت في التلفزيون اليوم يشوفها الشاب والطفل والمراه والبنت فانا اذا ما اوصل فكره صحيحه لعقول الناس ممكن فكره فاسده تخرب لي مجتمع كامل احنا راح نستمر معاكم ان شاء الله استاذ محمد واستاذ يوسف في هذا الحوار ولكن عندنا فاصل مشاهدينا فاصل ونتواصل ان شاء الله معاكم من بعد خليكم معنا رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل يمكن حوارنا حتى وقت الفاصل مستمر مع ضيوفنا احنا اذا نتكلم عن جهود الجمعيه يعني واذا كان هناك دعم يوصل هذه الجمعيه ولا انتم يعني يمكن دعم ذاتي من عندكم يمكن اللي قاعد يمشي امور الجمعيه. والله حاليا الفتره هذه احنا الدعم من مجهود الجمعيه ومن الاعضاء ومن من مجلس الاداره يحاول يشيل شكل تكاليفه ويغطي نفسه ان شاء الله وان شاء الله يعني ان شاء الله فيه في 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 الايام الجايه يكون في عندنا مؤتمرات يكون في دعم من, من وزاره الاعلام يكون داعم ورافد لنا لاي مشاريع يعني ان شاء الله. يعني الحين مثل ما قلت في مؤتمر استاذ محمد المؤتمر الجاي اللي راح يكون برعايه سمو الامير اكيد راح يكون في انتم بحاجه لمجموعه كبيره من الشباب بالضبط هل حطيتوا ببالكم انه مثلا تحطون اعلانات؟ هل انتم محتاجين لناس اعلاميين؟ اذا محتاجين متطوعين يمكن انا اتطوع وغيري من الاعلاميين يتطوع بالضبط. ايضا نتشرف بالشباب لان هذا وقت الشباب اليوم نعم. المرحله اللي احنا فيها مرحله شباب امانه. آه المؤتمر القائمين عليه ان شاء الله في شهر 10 مؤتمر ضخم جدا نعم. ومؤتمر مسؤول احنا عندنا مشكله في الـ في الدعم المادي نعم امانه ولو ان هذا راح يبقى فريق يعني دور فريق التسويق اللي راح يكون موجود ان شاء الله في في فريق الجمعيه أه. أه لكن امانه من ناحيه الدعم اللوجستي مثل ما يقولون من ناحيه الكاميرات ومن ناحيه الجهد راح تكون وزاره الاعلام حقيقه راح تكون أه. معانا في هذا الجهد يعني أه. امانه حققت لنا من ناحيه الضيوف خارج الكويت قالت احنا نتكفل فيهم ناحية النقل والبث التلفزيوني لكن القصور اللي عندنا القصور الماديه امانه هذا احنا نعاني فيه كجمعيه تعرف جمعيه يعني أقلب طاقمها شباب ويعتبر يعني ما شاء الله يمكن احنا اصغر مجلس اداره <applause> من ناحيه الاعمار من ناحيه الانشطه من ناحيه الفكر ولا ولا, ولا يعني احنا ما نتخلى عن الكبار <applause> امانه لان هذول هم الخير والبركه لكن الجمعيه امانه في كل اعضائها شبابيه اه اه اذا ما كان في عندك دعم مادي هذا يسبب نوع من الاحباط لك صح يسبب عراقيل لك امانه لكن نتامل ان شاء الله في المرحله القادمه يعني قبل المؤتمر بمده بسيطه انه يعني نشوف الداعمين ونشوف السبونسر اللي يحقق اهدافه والله نتمنى دائما اذا يعني اي مشروع يخدم البلد ويخدم شباب الكويت نتمنى آه. يكون في دعم من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لهذا المشروع وايضا لكم كشباب <applause> ما شاء الله تبارك الرحمن ماني حاسدكم لكن شباب فعلا الله يعني شباب صغار بالعمر ولكن يعني في كبار <applause> و والانجازات اذا نتكلم اليوم عن الواقع الالكتروني يعني في من يتنبا أن خلال السنوات يمكن القادمه القريبه راح ننتهي من الصحف الورقيه ننتهي منها يعني يمكن اليوم انا امانه اقول لك انا واحد من الناس يمكن صار لي سنه او سنتين نهائيا ما امسك جريده خلاص طح عندك تلفونك وعندك جهازك الشخصي تتابع تابع فيه الاخبار اول باول امورك هل فعلا راح نوصل لهالحاله ل... ان ما حد راح يشتري جريده تنتهي الجرايد الورقيه من عندنا هو في اسمعني هو في رهان كبير على هالشيء هذا والرهان هذا صار له يمكن تقريبا خمس سنوات نعم. من بدايه طفره الانترنت خصوصا على منطقه الميدل الشرق الاوسط وال... يراهنون متى تنتهي الصحف الورقيه الصور الواقية لها ناسها ولها قرأها ولها خصوصا الجيل الاكبر شوي ما زال يعني لازم لازم يمسك الورقه بيده ويقلب الصفحه و نعم ال ال الجيل اللي احنا عايشين فيه امانه ثوره عايشين احنا ثوره الكترونيه، الثوره هذه تعتبر احد وسائل الاعلام تويتر، فيسبوك، الانترنت بشكل عام يعتبر احد وسائل الاعلام. في كاتب اسس له يعني سوى كتاب كاتب امريكي وهو كان مساعد لوزير الدفاع الامريكي كتاب اسمه القوه الناعمه. اها القوه الناعمه يقصد فيها طال عمرك تكنولوجيا يعني بهالطريقه؟ ما تكنولوجيا يعني؟ التكنولوجيا الاعلاميه؟ ايوه التكنولوجيا الاعلاميه مه. انها بدل ان ان ترغم لا يعني تكون معك بشكل سلس تتعامل معك بشكل شلون تاخذ علينا بقل الخسائر بقل الخسائر بدل الأرقام لا الانصات نعم انت عارف شنو سوت الـ الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقه اللي احنا عايشين فيها سواء من اقصى المنطقه الى اقصى المنطقه في 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 تونس في مصر في ليبيا هذه كلها كانت باسباب التواصل الاجتماعي صح هذه تعتبر قوه تساند القوه الثقيله سواء كانت عسكريه سواء كانت قوه يعني يعني قوه تستخدم فيها تستخدم فيها الذراع ولا يستخدمون معانا الاساليب هذه يعني بدل ما استخدم م. معاك القوه انا استخدم معاك الاعلام الالكتروني الاعلام بشكل الالكتروني بشكل مبسط دل وسهل وبأقل الخسائر يمكن انا احقق اهدافي معاك هني دورك شنو؟ الاستخدام الصح او الاستخدام السيء نعم اما الاستخدام المناسب او الاستخدام السيء فهو عامل بناء وعامل هدم هذا هذا اللي بسالك عنه استاذ م. يوسف اليوم لما نتكلم عن الاعلام الالكتروني وهذه الطفره اللي موجوده اللي مثل ما قال اخوي محمد يمكن تسببت بسقوط انظمه قويه يعني ما احد كان يتخيل عندنا بالقوه تطيح فما بالك تطيح بتويتر ولا تطيح بفيسبوك لكن هذه الاعلام الالكتروني القوي اليوم شلون نقدر احنا نمشيه في الطريق السليم شلون نقدر احنا ناخذه في في الاتجاه الصحيح لصالح مجتمعنا ولصالح قضايانا. بلا شك يعني هالمسؤوليه هذه تكون مسؤوليه مجتمعيه، لا هو فرد يقوم فيها ولا ولا مؤسسه ولازم تكون لازم تكون مجتمعيه كامله، فطبيعي الفرد حاليا صار اصبحنا يتاثر الرسائل الاعلاميه موجهه احيانا، ورسائل تكون متكرره مره ومرتين وثلاثه فطبيعي يتاثر، نعم. فيعني خلينا نقول يعني اصبح يعني الفرد يعني من الغايه من بداية ما يدش المدرسه لغايه ما تخرج من الثانويه يكون متعرض لوسائل الاعلام المختلفة بما نسبته 33% <متحدث> اي 22,000 ساعة أه خلينا نقول تعرض لهذه الوسائل يعني بالمقابل 22,000 ساعة بث تعرض على وسائل على وسائل الاعلام المختلفة ووسائل الاعلام المختلفة ورسائلها نعم <applause> يكون 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 قضى 11,000 ساعة في المدرسة فتخيل يعني وين يكون التأثير الأكبر في في في, في عمر عمر الفرد فطبيعي راح يكون تأثيره من خلال هالوسائل فهني يبقى دور الـ 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 الأسرة ودور الدوله الموجه في وزاره الاعلام، الاسره يعني اصبح الحين صعب انك تقول للفرد منع. المنع انك تمنع شيء اصبح هذا بالعكس الحين صار فتره, فترة في المرحله هذه انك تنور الشخص وتفهمه وتعلمه دور وتفهمه على, على استخدام هالوسيله المنع المرحله انتهت هذه المرحله المنع انتهت صعب حسن انك حسن تمنع في دور التطور هذا صعب انك تمنع صح فالحين المفروض دور الاسره ودور شلون نواكب هال هالوسيلة الإعلامية ما مصلحة الفرد ومصلحة المدرسة ومصلحة المجتمع نعم. فيبقى الدور مثل ما قلت لك دور مجتمعي متكامل على أساس تقدم هالمجتمع وتقدم هالوطن في ظل وجود يعني القنوات الخاصة العربية الكثيرة احنا ما نتكلم بس يمكن عن القنوات الخاصة عندنا لكن هذا الكم الهائل من القنوات الخاصة على المستوى العربي شون, شون نبي إعلام محايد وشفاف في ظل وجود هذه القنوات الكثيرة واختلافاتها وأيضا في قنوات تقول لك مثلا انا عندي جراه عندي صراحه عندي اراء الناس راي وراي اخر وغيره لكن ممكن انها تجير القضايا لصالحها شلون احنا نبي اعلام محايد عربي في ظل هذا الاختلاف الكبير في القنوات الخاصه اللي موجوده وهذا حلم اصلا حلم كل مواطن عربي امانه انه يكون هناك اعلام محايد كل مؤسسه اعلاميه لابد ان يكون لها خط معين مخفي ما تحس فيه لكن لها رسائل تبث لـ 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 لفئه معينه علشان تسيره في الطريق اللي تناسبه. نعم. آه هو بزنس وصلنا امانه، وصل مرحله انه يكون بزنس. بزنس ناجح او بزنس خسران اما يعني لكن بالنهايه تجار هو يعني مشروع تجاري. نعم. فكره انه يكون آه فكره انه يكون اعلام محايد امانه اكبر القنوات الاخباريه اليوم في الوطن العربي مستحيل ان تلقاها محايده. نعم. لابد ان يكون مع او ضد، يمين او يسار. باقصى اليمين، حتى القنوات الاعلاميه العالميه لها اجنده خاصه فيها. مه. هذا عرف معروف في الاعلام امانه دراسه، نظريا، ميدانيا، لاحظ نلاحظ هالشيء. فصعب يعني هذا حلم كل شخص يعني انه يكون هناك عندنا منظومه اعلاميه عربيه مه. تخاطب الغرب يعني احنا امانه انت لاحظت اللي حصل في لندن قبل فتره؟ نعم. وشلون توجه الغرب نحو الاسلام وال قصد قتل الشرطي بيقصد... اللي ايه قبل <applause> لو كان عندنا اعلام واضح يخاطب ومش اعلام باللغه العربيه اعلام في لغتهم صح في لهجاتهم نخاطبهم انه يا جماعه هذا دين تسامح ما هو دين اما شخص يعني خرج من سجن او هذا او تعرض الى وقتل امانه نحن حزينين على هذا الوضع لان هذه جريمه بشعه لا يقبلها اي انسان صح فبالتالي موجود في كل الدول الاديان يعني في بالضبط لكن هناك في من جميع من الاديان في وقتلوا وعملوا جرائم صحيح ما يقبلها اي احد يعني صحيح فاكيد صح. احنا ما نقبل هذا العمل لكن تجير الامور يعني من الناحيه الاعلاميه مثل ما قال اخوي محمد شلون نرد اليوم على هل نقعد نرد على كل موضوع يعني قاعد يحصل ضدنا او قاعد احد يعني يحاول انه يقطع علينا شغله يحملنا فيها بشكل عام هل احنا اليوم مستعدين ان لازم نرد على كل شغله كل شغله تصير احنا لازم نرد عليها ولا نتكلم ولا احنا نلزم الصمت ونسمع ونطنش مثل مثل ما يقول بعض الناس المشكله الاساسيه مو مشكله انه ترد على كل واحد اذا بترد على كل واحد ما راح نخلص ولكن المشكله تدفق الرسائل الاعلاميه التي تجي من الغرب للشرق تدفق ضخم وسريع بالمقابل ما ما في ما يقابل في تدفق من الشرق للغرب في الرسائل الاعلاميه فهذه اول مشكله تواجهنا خلينا نطالع الحين كم كم في قناه اجنبيه معربه بي بي سي واي طيب. واي قنوات سكاي اسكاي أه نزول نعم حتى الروس رب الصين, الصين, طيب. الصين 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 القناه في قناه حق الصينيه طيب خلينا نقول الحين القنوات العربيه كم في كم عدد القنوات الموجهه للغرب ما في الا قناه واحد قناه كثيره الانجليزي بس فهذا قصور من عندنا من 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 خلينا نقول من من هالمجتمع المجتمع نتكلم نتكلم مجتمع الوطن العربي كله فهالقصور تدفق السبب الرئيسي تدفق المعلومات هذا فرق شاسع بين تدفق المعلومات من الغرب للشرق فعشان كذي صعب ان الفرد العادي ان يسمع قاعد يسمع يسمع, يسمع يسمع وجهه نظرهم طيب وجهه نظرنا احنا وين تفرض عليه اي فوجهه نظرنا وين اصبحت مفروض المفروض ان وزارات الاعلام بالدول العربيه أنه لا تعال حسن صورة الإسلام تحسن صورة الإسلام بصورته الصحيحة أفكار المسلم الشخص المسلم يعني نبين الصورة الصحيحة للإسلام يعني واضح ان الاسلام اخذ صوره يعني في هالمجتمعات صوره خلينا نقول شبه مشوهه صح تبقى مسؤوليه منو؟ مسؤوليه المجتمعات مسؤوليه الدول ممكن بواقع شغله واحده تصير يعني حتى جميع المسلمين يرفضونها يحطون فيها شكل عام لجميع المسلمين، لكن اليوم اذا نتكلم نرجع للشان المحلي عن مخرجات التعليم في الكويت والتعليم الاكاديمي والتعليم بالذات من يتخرجون في قسم الاعلام ما ملحقات الاعلام، شلون نشوف من يتخرجون هل هم فعلا قادرين على القياده في المجال الاعلامي في الكويت او ان مثلا يقول لك اليوم الهواة يمكن في هواة الاعلام يمكن يتغلبون مرات على على من اخذ الاعلام في الدراسه. هو حقيقه محليا الـ 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 الاعلام في الكويت ما يعتبر عامل جذب، خصوصا حتى الخريج الاعلام. انا اعرف كثير ناس خريجين اعلام ما يروح مجال ثاني اي بالضبط يتجه الى مجال اخر او انه يتجه الى مجال اوسع. نعم. مو في البلد برا البلد. صح. يعني يعني لا حريه الاختيار، لا حريه الكلمه، لا حريه التنوع في, في الموضوع. هني انت مقيد واحنا للاسف هم بعد عندنا هني بالكويت يعني قاعد نجذب العامل الاجنبي ونفضل على العامل الشاب الكويتي الكويتي محتاج خصوصا الشاب محتاج فرصه يعني حطه في مكانه وينجز لكن البيئه اللي عندنا للاسف اصبحت بيئه طارده خصوصا الاعلام الشباب الشباب اليوم ودهم واليوم قاعد نلاحظ اغلب الهوا هم اللي منتجه الاعلام لكن خريج الاعلام المتعلم وال... واللي يعني خذ النظريات الاعلام ومتى وحصل وكيف يعني تاسس الاعلام وكيف جير وك... وكيف نشر رسائل ما يعتبر ان ان البيئه الموجوده البيئه الاعلاميه بالكويت بيئه جاذبه له. ليش بيئتنا طارده الاعلاميين يعني انا اكمل على كلام كلام الاستاذ محمد الطالب لما ليش نخرجهم من الاعلام اذا احنا بيئتنا طارده لهم يعني خليني اقول لك اول اول ما يتخرج الطالب من الاعلام ما بين تخريج الطالب للاعلام ومرحلة العمل هناك في منطقة، خلينا نقول منطقة فاصلة أو منطقة، المنطقة يدش فيها الطالب هذا ما يلاقي ما يلاقي له مساعدة، ما يلاقي أي فرصة تدريبية، ما يلاقي أي خيار للعمل. فهذه هذه أحد الأسباب، السبب الثاني عندك بعض شركات الإعلام أو الوسائل الإعلامية. الخاصة يعني الخاصة، بعض شروطها تكون شوية قاسية. ومثل ما قال سيد محمد تفضل ال ال نقول الجنسيات اخرى عن الكويتي فهذه احد الاسباب احنا قاعد نشتغل الحين مع ديوان الخدمه المدنيه ومع مع الهيكله على تدريب وتاهيل خريجي الاعلام نحطهم باماكنهم اللي يحتاجونها احنا قاعد نوجههم على القطاع الخاص لان تدري القطاع الخاص ان الفرد يكون ذاتي يحقق ذاته فيه صح فاكثر من الحكومي فيحقق ذاته يحقق طموحه يحقق اماله في القطاع الخاص فتوجهنا حاليا نوجه بعد مرحله الجامعه للقطاع الخاص بنحاول نحن ناهلهم المرحلة هذه بالتعاون مع الهيكله ان شاء الله. يعني انتم في هالحاله يعني على كلام مثلا استاذ يوسف عن الكلام مع اعاده الهيكله وديوان الخدمه، هل لكم اتصالات مع الجهات الحكوميه نعم. وتنسيق نعم. وترتيب في هالامور؟ نعم. 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 احنا امانه يعني حققنا انجاز خلال الفتره اللي طافت ان خريج الاعلام اصبح مسمى في في ديوان الخدمه باحث اعلامي او اعلامي. نعم. إن خريج اعلام قبل ما كان كان مسمى باحث اجتماعي باحث مم. يعني اليوم احنا حطينا البوينت هذا فضل الجهود الحمد لله فضل الجهود فضل جهود اخرين بعد ما نقدر ننسى دورهم آه هذا جزء انا عندي ملاحظه على كلام الاستاذ يوسف قعدت مع رئيس تحرير احد الصحف الكويتيه الصحف يعني احد الجرائد العريقه والقديمه مم. كان عنده حلم يقول انا عندي حلم اني اكوت صحافتي اني اشوف كل العناصر الموجوده عندي في المؤسسه الصحفيه كويتيين حلم تخيل وهو من مؤسسين صار 40 سنه الحلم فوق ال سنه <applause> يعني في احلام موجوده لكن يبيلها شوي مثابره يبي لها جهد ان شاء الله يعني تتحقق في جهودنا وجهودكم ان شاء الله في المرحله القادمه والله شوف هو اكيد يعني الاعلاميين وشباب الكويتي موجود في كل المجالات لكن يمكن في بعض المجالات ينقص بعض التخصصات مثلا من شبابنا ولكن الان انا قاعد اشوف ان اغلب التخصصات الشاب الكويتي قاعد يدش فيها وايد تخصصات ما كان فيها موجود من قبل حتى بالوزارات الثانيه يعني ما نتكلم بس عن الاعلام حتى عن التمريض وغيره اشياء كثيره من الوظائف ما كنا نشوف فيها الكويتي قبل لكن الان قاعد نشوف الكويتي قاعد يدش لهذه الاعمال وقاعد ينجز فيها شنو هل في اجتماعات دوريه عندكم دائما مستمرين فيها وتدعون لها الاعلاميين اي طبعا في وقت وقت يعني قاعد نسوي احنا يعني حاليا حاطين جدول في كل شهر بيكون هناك ندوه او محاضره او نقول مثلا دعوه دعوه اعلاميه تناقش في في الامور الاعلاميه او يكون في يكون في لحظتها تكون مثلا قضيه اعلاميه او مناقشه شان اعلامي فاحنا حاطين يعني في جدولنا في كيف يعني شهريا تكون في مناسبه او حدث اعلامي احنا الجمعية تكون فيه عندكم جهات معينه مثلا استشاريين او شخصيات معينه دايم او في بعض الاوقات تلجؤ لها في حال ان عندكم فكره تطرحونها او شيء طبيعي يعني احنا بيني كل ما تصير فكره نلجا لمنو نلجا للمخضرمين في مجال الاعلام عندك من استاذ رضا الفيلي ما ما نستغني عن توجهات الوزير السابق السنعوسي نفس الشيء يعني الناس المخضرمين اللي اللي نصيحتهم تكون مثل ما يقولون خلاص ابد نتيجه خبره اي نتيجه خبرتهم فاحنا نستغني ما نستغني من مستفيدين منهم بهالنقطه هذه فهم موجه والبوصله لنا ان شاء الله شنو انشطتكم الجايه غير المؤتمر اللي قلت عنه؟ طبعا انا عندي اربع دقائق بعطيك دقيقتين وبعطي دقيقتين تفضل ابو يعني احنا في اهم يعني اهم اهم شيء نفكر فيه الخطوه الجايه مثل ما قلت لك احنا نقول نسوي مثل مركز تدريب تاهيل طلبه الاعلام وغير ما طلبه الاعلام ان شاء الله في الخطوه الجايه ان شاء الله راح يكون موجود وراح يكون هناك عندنا ماشيين موضوع المركز هذا الحين إيه ان شاء الله, إن شاء الله. في بلبنه بل 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 الاولى احنا شغالين فيه وفي عندنا بعد عندنا خلينا نقول مثل الملتقى اعلامي راح يكون فيه تكريم الاعلاميين الاعلاميين المخضرمين نعم. في البدايه يعني احنا بنكرمهم في في حياتهم قبل 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 مماتهم فاحنا قاعد نسعى لهالشيء لو التكريم اللي يكون المعنوي اللي في مكانه فالخطوتين هذه احنا نقول الفتره هذه من نهايه السنه ان شاء الله اضف الى ذلك اللي الحدث الشهري اللي راح يكون ندوه او او دعوه اعلاميه فهذه بالفترة هذه إن شاء الله راح تكون خطتنا خلال من إلى شهر 12 دعوة إعلامية راح يكون يعني مثلا اللي قلت الشهرية راح يكون فيها نقاش نقاش حلقة نقاشية حلقة نقاشية أو تكون حسب الوضع الحالة 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 الإعلامية بالفترة هذه إذا كان في خليها ندوة إعلامية أو حلقة نقاشية أو يعني من حسب تكون ظرف الحالة بهالشهر هذا مثلا ونناقشة فيه يعني أستاذ مناقش مناقشة قضية دقيقتين بس فضل بس صار أيضا صار. من ضمن الدقيقتين بودي تقول لي هل فعلا أنتم بعد فاكرين أنكم تسوون مجلة والله هو في صدد إن راح نقوم في مجله دوريه شهريه تقوم او كل ثلاثة شهور عن دور الجمعيه، انشطتها، الافكار القادمه، المؤتمرات القادمه، أو. على اساس أن نعرف احنا امانه لحد الحين في طور التعريف يعني مثل ما تفضل في بدايه الحلقه قلت يعني يحتاج لكم ما 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 كان لكم وجود لا ان شاء الله لنا وجود في صدد ان شاء الله انشاء جريده مش جريده عفوا مجله دوريه تصدر كل ثلاث شهور تتكلم عن انجازات الجمعيه، انجازات المنتسبين للجمعيه. ايضا ان شاء الله لنا مشاركات راح تكون خارج الكويت في بيروت، في تونس، في فرنسا، في لندن ان شاء الله. حتى على مستوى منظمات كبيره ان شاء الله تكون في الولايات المتحده راح نشارك وراح ننقل صوره طيبه عن الكويت وعن اعلامها ان شاء الله ونحاول أن ترجع الكويت مناره كالسابق كعهدة مثل ما عرفنا وان شاء الله يعني في المستقبل القريب ان شاء الله والله اهل الكويت باذن الله مناره دائما ان شاء الله إن شاء في كل الله. المجالات إن انا الله. اشكركم جدا على تواجدكم اليوم لك آه لك. الاستاذ يوسف الخليفه وهو رئيس جمعيه الاعلاميين وايضا امين السر للجمعيه الاستاذ محمد الكريدي كل الشكر لكم الله يسلمك على, على تواجدكم اليوم نتمنى ان شاء الله نشوف لكم انشطه إن شاء كثيره الله. واحنا آه يمكن تواجدكم اليوم هذا شيء بدنا نعرف آه الاعلاميين وايضا نعرف المشاهدين فيكم وبانشطتكم وبالجهود اللي قاعد تقومون فيها ونتمنى ان شاء الله ان احنا بعد نكون من الناس اللي يدعمون هذه الجمعيه. ان, شاء الله. إن شاء الله احنا. وما نقصر معاكم ان شاء الله ونستضيفكم مرات ومرات. تشرف كل الشكر لكم على تواجدكم وايضا مشاهدينا اشكر ضيفي في الفقره الاولى الاستاذ عبد الحميد الرفاعي والمتصلين اللي اتصلوا معنا وكل من شارك في هذه الحلقه على امل ان نلتقي فيكم ان شاء الله باكر في سلام يا الكويت في نفس الموعد الساعه 10. مع السلامه.